فما شك وانه بعد مقابله في هالظروف هذه الامور تسال باعتبار الاتوال لعب ضد فريق قوي كما ريتو فريق عنده امكانيات محترمه ياسر والاتوال اكدت نهائيا واني عندها الخبره اللازمه باش توصل اعلى هرم في كره القدم الافريقيه. بطبيعه الحال المغامره ما زالت متواصله وما زالت متواصله مع الفينال، الفينال اللي كما تعرفوا باش تم ضد فريق كوكب مراكش، فريق ما عندوش بالماريس كبير على مستوى الكره الافريقيه، ما نساوش انه كره القدم المغربيه تمر بازمه، الفريق القومي المغربي كان فشل باش يترشح لدوار النهائيه نتاع كاس افريقيا الامم عام 94 وعام 96، لكن الفرق المغربيه ما زالت فرق محترمه. نحن بخير نشكر على مستوى المساحه 2,345,000 كيلومتر مربعه، ما اكبر منها كان الجزائر والسودان. بعد 11 ساعة الوصول تم في 8 متاع الصباح في المطار خوذة كبيرة، لكن في النزل المفاجأة كانت سارة. إن شاء الله ربي يجيب الصواب ولأولادها ارتاحوا طريف. شينا توا في الصباح ما عندناش حتى ثلاث سوايع وباهي، فرحوا بينا حتى الاوتيل باهي زاد، هاي الماكله زاد باهي، تكلمنا مع الشيف عملوا لنا حاجه اللي نحبوها احنا، حصلوا ربي يوصل بالسلم. Nous travaillons aujourd'hui 5 heures, faire un petit travail, petit décrassage, et demain on va faire un travail plus mieux qu'aujourd'hui. Travail de marcation, de marquage, tout. Maintenant, nous mangeons et reposons un peu. في الخمسة تدريب ملعب تابع لوحدة من جمعيات كينشاسا، انترينمون الهدف منه تفرشيك الملاعبية. الملاعبية الدوليين متاع الإطوال لعبوا عشرات المقابلات في إفريقيا السوداء وهذا أثر عليهم في التدريبات. اسمعوهم. مرتاح منك؟ بون، حبينا نحيو شوية تعبر خاطر فما شكون نهارين ما ترناش وبارح ليل كامل قاعدين في الطيارة. الحمد لله الواحد يحس في روحه من تتفرشك شوية ومن هنا الغدوة قلت ربي يكون إن شاء الله البدن مفرهد خير بأكثر ريكوبيراسيون إن شاء الله. غدوة عندنا كان لوريزون أهم شيء هذه بتاع الزايد. من غدوة بعد الفطور جاء وقت الانترينمون، لكن في اخر لحظه تليفون يقول انه الملعب فيه اشغال. حرب الاعصاب بدات، ليتوال بكل رياض وبكل هدوء تدبر راسها. ما تلقاش بيس، على بالنا الملعب على ذمتنا ساعتين ونص، ما تلقاش بيس، ما تلقاش ويعلمك يقول لك راه لا الماتش تترناو الخمسه. خذينا احتياطاتنا كما قلت لك، كرينا بيس صغير، شفنا على الكراها بتاكسي وتوستوب وهو ترى كما ترى نترناو. ان شاء الله نلقاو علاش نروحوا تو، قد توصلنا داكور ان شاء الله نلقاو علاش نروحوا. الملعب اعجوبه فريمون روعه، تاتش كيما تشوفوا لونترتيان لاهين به دي شينوا قالوا. مبني باردي شينوا، المنتنونس تاع باردي شينوا، بصراحة معنا ما نقولوا ملعب طيب طيب الغاية. وي سي با لون غران تيران، سي با لون غران تيران، ما سي لون تيران كنو نو بوفي توشي بيان لو بالون، اي لو غازون اللي كومانس ا سورتي، ما سي لون بون تيران بو إتوال، سي ديكيب دي فيتا كلوب بوفي جو ان بون فوتبول. لي غران ستاد سي بون سي بون. اللي كنا خايفين منه تهنينا عليه تو. السكنة واستاو التيران. بقى الماتش بين يدينا. زين نعرفوا كيش نلعبوا بون، فما شويه تعب ان شاء الله، ان شاء الله من هنا لنهار السبت نتفردوا شويه. تراها حسب ما شفنا معناتها لعبنا فيه توا باهي، ابرك من ياسر تيرنات في الافريق معناتها كي نجموا نلعبوا في الكوره نجموا نخرجوا في الكوره بالكدا،
وان شاء الله معناتها الاولاد ترينين عليه، ان شاء الله الاولاد كل خذين عليه بالقدا، وقدره ربي نهار سبت مهما كان الخير ان شاء الله. الحاجه اللي كنا يمكن متخوفين فيها هي اللي تم تاع الغازون، الغازون باهي ماهوش محفر ماهوش خايب، نجم نقول لك احسن ملعب شفته في الافريق. راك تشوف الارضيه يعني نجم نلعبوا فيها، تساعدنا الحاجه اللي كنا متخوفين منها ان شاء الله، يعني فما حد شيء يعني باش يعوقنا باش ان شاء الله نعملوا نتيجه طيب. سي لا بومير فوا كو جو فواياج افريك كو جو تروفي اون تيران كوم سا، باسكو لي زوت كانوا جويا تنزانيا لي زوت بيي سون با كوم سا، وي انا اون شونس باسكو لتوال لي هابيتود جويا افيك لي بون تيران كوم سا. جو كرو كي افيك لا فولونتي دو تو لو جو اون باسا جي نسيغ افيك لا كاليفيكاسيون. الجمهور الزهيري يحاول يقرب من الملاعبيه، سانتوس سخن وحاول يسخن ملاعبيته. جيب لا باغا سي كوم سا سي غاري لا كوب سي كوم سا مون امي افيك لا فولونتي افيك اوم كوم سا اوم بو غاني سي كوب. الجوارات بداوا في مهرجان نتاع غناء، اولا خارج استاد الغناء توصل في الوتيل للاحتفال بعيد ميلاد منير بوقديدة، احسن هديه ليه بالطبيعه تكون ترشح للفينال. في لحظات كيما هكا الفريق المتكون من 11 ملاعبي يولي فريق واحد بروح واحده. هو ما لقيناش الاستاد مغلوق، هو بعثنا له لوجنا وقاعدين نستناو، الاولاد سخنت في الكار واحنا نستناو، استنينا الكار تقريبا يجي ربع ساعة، نستناو هنا تو يجي ربع ساعة أخرى. الله يسهل وكا هو. نهار الجمعة محاولة للتمرين ترسي في قاعدة مطولة في الكار. الراجل هبط من الشباك. شفت الكره اسمع القفل اوتوماتيك هاني ضحكني تزرد هذايا حاجه الاولاد قالوا باهي واحد كي يخرج من الفريق وكل كي يعني يشوف حاجات جديده، حاجات كيما هكا واحد يخلي يعني الدم بارد في الانسان في روحه، وعلى بلوز امبورتون هو غدوه مش هذوما الحاجات اللي قبل من غير تنرفيز، حاجات يعني نطلعوا عليهم ونعرفوا الافريق اون جينيرال يعني فقراء واحد كل كي وعنده هذوما اللي مويان نتاعهم، ما يلزموش ناخذوا روحنا احنا، كيفاش ناخذوا روحنا احنا نحب نشوفوا لي مويان تمشي لاوروب تلقى حاجات يعني لوكسو. الحمد لله جينا يعني في تيل باهي وقينا راحتنا وماكله باهي، هذا اللي بلوز امبورتون هو يعني الفرشه اللي يرقد عليه الجوار مش الحاجه تنقل على حكايه دي مينوت سي با امبورتون. التمارين والخدمه والدم البارد هما المفتاح الحل بين الدور النهائي. للوصول للفينال يلزم زاده تنسيق ما بين الاطار الفني والاطار الطبي. احنا يعني فما خدمه متكامله ما بين الاطار الفني والاطار الطبي بور ميو جيري فهمتني الواحد الماتش، فهمت خاطر تعرف وقت الجوار يشد الكره ياسر ويحب يدريبل وطالع هابط واحد في الطقس هذا ما يكملش اربع دراجة فهمتني مهما تكون الامكانيات البدنيه اللي عنده فهمتني، دونك لازم واحد يكون انتيليجمون يخدم كما ما يقول واحد الممرن كما احنا زاد نوصيهم فهمت، وان شاء الله ربي يوفق. في تحضيره التكتيكي الماتش كيما هكا سانتوس مجبور باش ياخذ بكلام الاطار الطبي، وسانتوس يعرف انه في المقابله هذيا الاختر ينجم يجي من كل بلاصه وبالخصوص من المهاجمين القويين بالراس نتاع فريق فيتا كلوب. Le ballon arrêté à côté gauche, à côté droite. Nous avons besoin de sept travail. C'est pour ça que j'ai travaillé un peu. Aujourd'hui,
c'est l'enjeu qui avance. Appel au match, il faut travailler un peu, Salomon. عمناو الليطوال كانت ترشحت بضربات الجزاء في مسيرتها اللقب كاس الكاف، هذاك علاش التحذير لازم، اللي يحب يروح اللوتيل يلزم يماركي البينالتي ويروح بماريولو زادا. الاحتياط واجب كما قلنا، نحضروا كل شيء، فهمت، ونقرا حساب كل شيء، ان شاء الله ما نوصلوش لضربة الجزاء. لازم الاولاد يكونوا يعني نفسانين حاضرين، يعني قبل بالنهار يشوت ويمركي، ان شاء الله ما تعرف قدام 7-8 ألف متفرج، اذا كان وصلنا البلانتيات لازم تكون فما ثقه باللي هو باش يوصل وباش يمركي، هذاك هو البيت نتاعنا. زيد 14 تريكو يلزمني نروح بال 14 تريكو، خاطر هذاك مش رزقي انا، هذاك رزق الجماعي لازم نحافظ عليه. ممكن اني ما نلوش على روحي ورزق الناس نلوج عليه. هذيك اعز حاجه اللي كسبت بها، اللي كسب بها الملاعبيه وكسب بها الثقه نتاع المسؤولين، فهمني، وما نزاد زاد حتى الجمهور، الناس كل تحبني وشعبيه اللي خذيتها اني في من جوله الاطوال، فهمني، هذيك اعز حاجه ربحت. الترينو اللي وصل للنهائي ما يتعدى كان مرة واحدة، المرة هذه الكار وصلت في الوقت المحدد، واخر شك حول التشكيلة تنحى البكوش على البنك وفي بلاستو معز بن ساسي. والتركيز قبل موعد من هالقبيل واضح. مفاجأة سارة أخرى، النجم القافستير في حالة محترمة، الثقة في النفس ضرورية لمجابهة المنافس. سانتوس في حديثه قبل المقابلة، صمت كامل من طرف الملاعبية. On va marquer la deuxième ligne. On va jouer le 3-5-2, mais il y a des fois qu'on doit faire le 3-6-1 pour nous jouer avec expérience. J'ai gardé la côté droite exactement pour nous marquer. C'est là-bas que cet adversaire il a un point fort. C'est pour ça que j'ai gardé la côté droite. Fais confiance à cet groupe. Nous viens ici pour prendre notre qualification et Charles nous va. Entre qualifica. J'espère, j'ai beaucoup de confiance et je suis comme notre joueur, beaucoup de confiance dans le terrain, notre équipe. Elle va nous démontrer le grand football. La bagarre! La bagarre, c'est bien! C'est un match qui est plus difficile pour l'équipe de Vita Club parce que. La équipe de l'Étoile de Sahel y a un avantage de 2 goals. Et nous sommes obligatoires, pour continuer la compétition, nous sommes obligatoires à gagner de 3-0 ou 4-0, tirer la différence de goals. Bon, je crois, comme j'avais bien dit à Sousse, on peut faire la différence parce que nous étions gagnés par l'équipe d'Oran et on a fait la différence. Et moi, je suis sûr que nous sommes qualifiés. لا ثقة رئيس فيتا كلوب مفهومة، فريقه كان خرج من وضعية صعيبة ياسر في الدور السابق ضد فريق مولدية وهران الجزائري. ليطوال من جهتها بنات سجلها وسمعتها الإفريقية بالخصوص بفضل انتصاراتها في سوسة، وخارج ميدانها النتائج كانت متوسطة.
الناس الكل واعية أن المقابلة باش تكون معركة دوم 90 دقيقة 90 ألف متفرج ضد فريق فيتا كلوب. بعد ثلاثة دقائق لعب غلطة من كليتون وبينالتي. وكلام سانتوس كان صحيح، فريق فيتا كلوب يعاول برشا على اللعب الرأسي الممتاز متاع ثنائي الهجوم. ثلاثة دقائق لعب في المقابلة، لو اندي يسجل وفيتا كلوب يسترجع الأمل. هدف جاء في أسوأ وقت ممكن، كان وقتها يكفي الفريق فيتا كلوب أن يمركز زوز بنتوات باش يترشح، لكن الكرة هنية باش توقف مع الإطوال. تابعوا العملية من بوقديدة لجلاسي، من جلاسي البيا اللي يحاول يحط كرة في ساقين بن يونس، بولا يدخل ترجع الغضبان والكرة باش تجي لبن يونس وتابعوش باش يعمل. الكرة تلصق في الساق اليسار لعماد بن يونس اللي دوخ منافسه ويحط كرة على طبق الزبير بيا. واحد واحد بعد 45 دقيقة لعب، هدف قاتل في وقت قاتل. وبن يونس ولد السيكاك كان كيترينو، ترينو يخرج من محطته في وقته ويوصل الركب كيف ما يلزم. والفرحة كانت كبيرة بالنسبة لجماهير بقية جمعية كينشاسا اللي كانوا ضد فريق فيتا كلوب. الزائرين حاولوا يستعملوا كل الطرق منها السحر في مرمى الإطوال، وهو حمدي بابا ينحي. فريق فيتا كلوب باش يتحصل على عدد كبير من الفرص في الدوزيام ميتون، ورضوان الصالحي كان بطل المقابلة. العملية هذه بعد 22 دقيقة باش تبدأ على غلطة من البوعزيزي. لويندي باش يقضي، المكشر باش يرجع الكرة، بولا يشوت يتصدى الصالحي، وبينغو باش يماركي. خمسة وعشرين دقيقة قبل ما توفى المقابلة كان ضروري الفريق كينشاسا انه ماركي زوز بونتويت باش يترشح. وشوفوا مليح هنايا كيفاش الفيليم تاع جول الصالحي منقوبة. النجم زادة باش تجيه فرص كيف ما هالكرة متاع بوقديدة اللي كانت نجم توفى في الشبكة. في آخر المطاف الماتش كان صعيب، لكن البخت وقف مع النجم. النجم حقق نتيجة تاريخية وترشح المرة الثانية على التوالي للفينال، وهذايا خامس دور نهائي بالنسبة للملاعبية الدوليين كيما شوشان وبوقديدة والبوعزيزي وبيا والغضبان وبن يونس في أقل من عام ونص، بعد الكاس العربية ضد الإفريقي وكاس الكاف ضد كالوم الغيني وكاس تونس ضد القروان ونهائي كاس إفريقيا للأمم في جوهانسبورغ مع الفريق القومي ضد إفريقيا الجنوبية، نهائي إفريقي ثاني ضد مراكش يستنى في النجم. الجيل هذايا دخل نهائيا تاريخ الإطوال. ويتواصل مسلسل إبداع النجم الرياضي الساحلي مع كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي. والحلقة الأولى من الجزء الثاني من الإبداع انطلقت يوم 10 مارس 96 في السنغال بانتصاره على نادي سوتراك بأربعة أهداف لهدف واحد. وكان بطل هذا اللقاء سمير روان بتسجيله لثلاثة أهداف. واشترك معه في البطولة زبير بيا بهدف واحد. وفي الملعب الأولمبي بسوسة كانت بقية حوار الدور السادس عشر. وانتصر النجم الرياضي الساحلي في لقاء الإياب بنتيجة هدفين لهدف واحد. ودور البطولة تقمصه مرة أخرى سمير روان بإمضائه لهدفي النجم الرياضي الساحلي. ثم طار النجم الرياضي الساحلي إلى الكوت ديفوار ليجسم الحلقة الثانية من الإبداع يوم 3 مايو، وانقاد إلى هزيمة بهدفين لهدف واحد كان بإمضاء عماد بن يونس. وهذه هي صور لقاء النجم الرياضي الساحلي والجيش الإيفواري والهدف بإمضاء عماد بن يونس.
نتيجة جعلت إذن مهمة النجم الرياضي الساحلي يوم 19/96 في الملعب الأولمبي بسوسة يسيرة، وسجل ثلاثية أمام ضيفه، وهنا الإعادة لهدف عماد بن يونس، ثم هدف فريق الجيش الإيفواري الثاني. نتيجة جعلت إذن مهمة النجم الرياضي الساحلي كما قلت يوم 19/96 يسيرة في الملعب الأولمبي بسوسة، وسجل ثلاثية أمام ضيفه الجيش الإيفواري الذي رد عليها بهدف وحيد. ثلاثية نسج خيوطها عماد بن يونس في بداية اللقاء إثر ضربة جزاء، ثم وبإبداع رياض الجلاسي بطريقته الخاصة ليعود بعد ذلك مرة أخرى كما ستشاهدون. هنا رياض الجلاسي ليعود بعد ذلك مرة أخرى عماد بن يونس للتسجيل إثر توزيعة من كليتون. ثم كان يوم 7 سبتمبر حيث التقى النجم الرياضي الساحلي في الدور ربع نهائي فريق بافونغا الكاميروني، واستمر خط هجومه في الحيوية والنشاط وأمضى على رباعية ثانية خلال التصفيات. والمبادرة بالتسجيل كانت للفريق عن طريق عماد بن يونس كالعادة إثر ضربة جزاء، واهتزت جماهير الملعب الأولمبي بسوسة تفاعلا مع هذا الهدف، ودعم هذه الأسبقية المبكرة رياض الجلاسي وبفنيات عالية، ارتباء راسية من رياض الجلاسي، ومرة أخرى حضرت الفنيات عن طريق اللاعب زبير بيا الذي أسكن الكرة. فنيات لا يعرف سرها إلا زبير بيا كما تشاهدون. وحاول بافونغ تخفيض سرعة النجم الرياضي الساحلي بتذليله للفارق لتصبح النتيجة 3-1، لكن إصرار أبناء جوهرة الساحل كان أقوى ليعود سمير روان للتسجيل ويصبح بالتالي هداف النجم الرياضي الساحلي برصيد 6 أهداف. وهكذا دخل النجم الرياضي الساحلي المربع الذهبي من الباب الكبير رغم هزيمته للتذكير فقط يوم 22 سبتمبر في الكاميرون بهدف لصفر. إذن دخل النجم الرياضي الساحلي كما قلت المربع الذهبي واستضاف فريق بيتا كلوب الزهيري مساء 12 اكتوبر في الملعب الاولمبي بسوسة، وافتتح رياض الجلاسي النتيجة بعملية فنية جميلة، ثم ضاعف كليتون النتيجة ليطير ابناء دوس سانتوس الى الزهير بفارق مطمئن، أصروا على تدعيمه بتسجيل هدفهم 18 في أدغال إفريقيا ليتأهلوا للموسم الثاني على الطوالي للدور النهائي رغم الهزيمة بنتيجة 2-2. وسيلتقي صاحب اللقب بفريق كوكب مراكش المغربي في الدور النهائي، فالموعد الأول سيكون بالملعب الأولمبي بسوسة إما يوم 16 أو 17 نوفمبر، على أن ينزل الستار على هذا المسلسل في جزئه الثاني يوم غرة ديسمبر بمراكش. ونتمنى أن يتزامن نزول الستار بمحافظة النجم الرياضي الساحلي على لقبه ويعيد لنا سيناريو الموسم الفارط على غرار هذه الصور، ويبقى التاج الإفريقي في بوجعفر.